هي امرأة ما فتأت تفتك الأضواء، رغم أنها تعتبر روحها مقصية من الساحة الإعلامية بشكل عام، هي وحزبها الحزب الدستوري الحر. هي أول رئيسة حزب تقريبا في تونس، رئيسة الحزب الدستوري الحر. دونك استضفناها اليوم، حبيناها تكون فاس فاس ووجها لوجه مع ممثل عن هيئة الحقيقة والكرامة، إلا أنه ممثل هيئة الحقيقة والكرامة رفض الحوار المباشر، لذا سجلنا معاه حوار انترفيو مطول. وحضرت معنا في البلاتو الأستاذة عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر. حكينا عن هيئة الحقيقة والكرامة والقضية اللي رفعها الحزب الدستوري الحر بهيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها السيدة سهام بن سدرين. ناقشنا كيف الانترفيو مع سي خالد الكريشي ممثل عن هيئة الحقيقة والكرامة. نتفرجوا على الفيتير هذا ثم نعود. محاكمة ما يعرف بقضية بركة الساحل والصراع القائم بين رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي وهيئة الحقيقة والكرامة هي ملفات أعادت إلى صدارة الأحداث الجدل القائم بشأن شرعية عمل هيئة بن سدري، حيث تنص المادة 18 من قانون العدالة الانتقالية على تحديد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار يرفع إلى مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد صوت بنهاية المهام في جلسة انسحب منها نواب النهضة. الجانب الآخر من الصراع المفتوح على هيئة الحقيقة والكرامة تتصدره رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، حيث اتهمتها بن سدرين بأنها معنية بالعدالة الانتقالية. وسرعان ما أعلنت موسي الحرب على هيئة الحقيقة والكرامة، معلنة اعتزامها التوجه لمقاضاة بن سدرين بتهمة استغلال المال الوطني بدون وجه حق. وأعلنت التظاهرة ضد بن سدرين يوم 3 نوفمبر. رفع شكاية جزائية ضد بن سدرين وأعضاء هيئتها وكل من انتفع منها من 31 من 1 جوان 2018 إلى اليوم بأي مليم من المال العام ومن الميزانية اللي عندها، كل من انتفع بمليم الكل باش تشملوا الشكاية الجزائية على معنى الفصل 95، لأنه هذا يعتبر استخلاص وقبض أموال غير مستوجبة قانونا ولا وجه لها قانونا، وأيضا من أجل مقتضيات الفصل 315 مجلة جزائية عدم الامتثال لقرارات من لهم نظر، لأنه تبقى القانون بتاعها هي نفسه والمرسوم المشؤوم اللي أحدثها هي مجلس نواب الشعب من مشمولات النظر في موضوع التمديد. ومجلس نواب الشعب على مرأى ومسمع من كل العالم قرر رفض التمديد والجلسة مصورة صوتا وصورة. إذن بعد قرابة 7 سنوات على أحداث 2011 لازلنا نطرح أسئلة العدالة الانتقالية ومصداقية الهيكل الذي يشرف عليها. مساء الخير ومرحبا بكافة متابعي ومتابعات تونسنا داخل تونس وخارجها، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فاس فاس. برنامجنا اليوم يستضيف السيد خالد كريشي عن هيئة الحقيقة والكرامة في حوار مسجل، والسيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. مرحبا مدام عبير. شكرا، مرحبا بك. قبل ما نبدأ الحوار مدام عبير، فما سؤال حبيت نتوجه به. من اللي بدينا فاس فاس، كل ما نستدعى ضيف نحبه يحضر معنا في البلاتو يقول لي شكون معاك، نقول له أستاذ عبير موسي، يقول لي ما نحضرش. زعم عليه شعملت لهم معني؟ لأنهم يفتقدوا إلى الحجة. أنا نعتمد في حواراتي وفي حضوري في المنابر التلفزية من 2011 لليوم، نعتمد الحجة والدليل والبرهان والمؤيدات والمنطق والموضوعية في التحليل. وللأسف الشديد أغلبية الطبقة السياسية اللي جات وهيمنت على المشهد السياسي بعد 2011 تحب تسمع كان نفسها، تحب شكون اللي قدمها هي الملاك الطاهر اللي كان ضحية دولة الاستقلال، واللي مقابلها أي إنسان خدم مع النظام السابق هو الشيطان الرجيم. وأي عنصر من النظام السابق باش يرفع وجهه ويرفع راسه ويحكي بأنفة ويحكي بكرامة وبعزة أمامهم يزعجهم هذا، وما يحبوش يقارعوا الحجج، لأن الحجج اليوم هيش في مصلحتهم. اليوم كل شيء يؤكد فشل هذه المنظومة. أنا بالنسبة لي ما عندي حتى إشكال. خليني أقول لك أستاذة، راهو الشخصيات اللي كلمتهم من مختلف الأطياف السياسية ومن مختلف المرجعيات السياسية، معناها مش كان الإسلاميين أو كان اليساريين، الكل تقريبا
من مختلف الأطياف السياسية. الناس اللي تروج لمنظومة ما بعد 2011 وقت اللي باش تلقى روحها في مواجهة عبير موسي اللي هي تطلب تقييم موضوعي لمنظومة ما قبل 2011 وتعري الحقائق وتكشف الحقائق نتاع منظومة ما بعد 2011 هذا يزعجهم وبالتالي هما ما ينجموش يتحملوا هذه المواجهة أمام الرأي العام اللي في أغلب الأوقات ما يخرجوش فيها منتصرين كما هما يحبوا. باهي قبل ما نبداو الحوار أستاذ نحب نطمنك اليوم معناها مش باش كان تزيد كلمة باش نقوم لك معناها شنو الحكاية معناها شنو اللي صار بالضبط في الكواليس؟ والله هو شيء معناها كما قلت 2 مارس 2011 وصمة عار في تاريخ المحاماة التونسية اللي صار في قاعة الجلسة والضرب والشيء هذيك نعتبر أنا البرنامج هذيك اللي تعدى الأسبوع الفارط وصمة عار في تاريخ الإعلام باعتبار أني هني 7 سنين ولا 8 سنين نحضر في المنابر وتجي قدامي شخصيات اللي هي مناهضة لي واللي ما تدخر حتى جهد إنها باش تقزمني ولا تحقرني وإلا تمس من انتماء السياسي وإلا تمس من أفكاري وإلا ظهرني قدام المواطن وكأني أنا ظاهرة غريبة عجيبة ولو يستعملوا في كلمة هذا الكائن السياسي أنا معناه. لكن اللي صار نهارتها إنه محلل ما فهمت محلل إعلامي ولا محلل سياسي جاي باش يستهدفني في شخصي كعبير موسي الإنسانة وعبير موسي المرأة هذا هو اللي اختر في اليسار لأنه في أول ما عطاته المنشطة اللي تدير الحوار عطاته الكلمة ساعة مباشرة تهجم على تساترة لأنه هو محلل إعلامي من المفروض يكون محايد ويطرح أفكار موضوعية أول ما بدأ قال لي أنت ساعة ليش تحب الإعلام يغطيك أنت ما تمثل حتى حد وحزبك ما عنده حتى وزن وإذا العائلة التجمعية هذه دستورية فما شكون باش يمثلها راوي مثلها الحزب الفلاني يعني إلى أنونسي لا كولور وقت اللي أنا حبيت اللي هذه إهانة في حق الحزب اللي هو حزب ممثل اليوم في الحكم المحلي واليوم الدساترة متاع الحزب الدستوري الحر موجودين في المجالس البلدية ومترأسين اللجان ويقوموا بواجبهم والحزب الدستوري الحر اليوم شافت الناس الكل اجتماعاته الجماهيرية التعبوية وآخرها اجتماع المنستير الاجتماع الضخم بساحة زعيم الحبيب بورقيبة ويشوفوا في توسع الجغرافي وفي جامعاته وفي هيكله مباشرة يدخل يقول لي أنت ما عندك حتى وزن وأنت ما تمثل حتى حد ومن بعد كيف انا باش ندافع على روحي احتد النقاش وهما للاسف الشديد ما كانتش فما مهنيه لانه شو عملوا مونتاج نتاع الفتره كلها نتاع التشنج وذيك هي قدموها للناس لكن انا نحب لهنا لاني بعد البرنامج هذاك من غدوه عملوا جلسه اللي هي ما تنجمش تكون جلسه اعلاميه هي جلسه وانا كتبت عليها على الفيسبوك نتاعي انها جلسه تقطيع وتريش ما بين سي محمد بوغلاب وسي بوبكر عكاشه هذا يتكلم وهذا يتكلم في قفايه انا وطبعا عطاوا رايهم كيف ما حبوا نحب نقولوا حاجه اللي انا راني نواجه اللي قاله لي في الأوف أنا طلبت التسجيل مباشرة قلت لهم أنا توا تجيبوا عاد المنفذ وإلا تعطيني التسجيل اللي قاله لي اللي تزيد كلمة نقوم لك واللي أنت آخر واحدة تحكي شنو يقوم لك معناه شنو يقوم باش يعمل لك معناه قلت له باش تعمل لي قال لك نقوم تقول لك شنو نعمل لك يعني تهديد بالعنف ما فيهش قدام الناس الكل واخر واحده تحكي على الشرف ونقول لك في اللونتين كيف دخلنا رجعنا على اللونتين انا تكلمت وقلت للمشاهدين راو اللي صار توا في الاوف راو قال لي وهو حاضر ولا ينكر ذلك وما انكرتش المنشطه وبالتالي ثابت انه قال الكلام هذاك لاني انا واجهته به مباشره في البلاتو يجي من غدوه في جلسه التقطيع والتريش المضايقه اللي عملوها بينات بعضهم ويقول كذب وافتراء اللي صار هذايا ما يليقش بالإعلام وإذا كان أنت عندك موقف سياسي معين كإعلامي من المفروض كي تدخل البلاتو باش تحاور سياسيين من اتجاهات مختلفة ومن تيارات مختلفة تتحلى بالحد الأدنى واضح. من الحياد والموضوعية واضح أستاذ عبير احنا بما أنه ضيفنا رفض الحوار المباشر دونك سجلنا معاه كأنه في استوديو معناه يسألناه الأسئلة اللي حاجتنا بيهم باش نسمعوا تباعا للحوار مع سي خالد الكريشي عن هيئة الحقيقة والكرامة ناخذوا دينوت ومن بعد نرجعوا للدباء قبل من نسمع ونحب فما ملاحظة اللي هي تمشي مع الملاحظة اللي قلت هذه في أول البرنامج لأنه تقولي هما ما يقبلوش المواجهة معك أنا نحب نعاود نذكر الرأي العام أنه الحزب الدستوري الحر طلب مناظرة تلفزية مع شيخ الإخوان وقت اللي بدأوا يسبوا فينا ويسبوا في تاريخ الدستور الغنوش أيوة قلنا لهم احنا ما نحكيوش معاكم فرادة تفضل شيخكم انتوما ونجي أنا نيابة عن الحزب الدستوري الحر في التلفزة الوطنية الأولى ونحكي على تاريخ
ياخذ ساترة ويحكي لنا هو على تاريخ الخوينجية. طبعا هنا مناظرة يا ريت معناها الشيخ راشد الغنوشي كانوا يسمع فينا يتفضل معناها بحثنا ما يواجهوش هما. بالعكس حتى فما قيادي مرة معناها سي زهير الجيس قالوا هو الأستاذ عبير موسي قالت وقالت قالوا باش يحسبوا روحي ما سمعتش يعني هما رافضين. عندك سيهم بن سدرين أيضا وقت اللي انطلقنا في التقاضي ضدها طلبنا معها مناظرة تلفزية وقلت أنا في الإعلام مستعدة نواجهها تلفزيا ما تواجهش. بشرى حاج حميدة في تقرير لجنة الحريات اللي ردوه كأنه مقدس وحبوا برشا ناس يشوهوا لنا صورتنا نظرا لموقفنا منه طلبنا مناظرة تلفزية أيضا قلنا خلي تجيب تقريرها ونجيبوا احنا موقف الحزب ونناقشوا بالبند بالبند وتفهم المرأة التونسية ويفهم الرأي العام موقف الحزب الدستوري الحر. طبعا يخيروا انهم يقطعوا شوف التريكر تلقاهم يكتبوا تعاليق في الفيسبوك تلقاهم عندهم بيدقهم اللي ربما يجي تسبنا لكن هم ما عندهمش قدرة على المواجهة للأسف الشديد. باهي أستاذة نسمع شنو قال سي خالد الكريشي ثم نعود للحوار. مشاهدي فضائية تونسنا مشاهدي برنامج فاس فاس عسلامة مرحبا بكم في خلقة جديدة من فاس فاس. المرة هذه تبدلنا السيستم بتاع الميسيون بحكم الضيوف ونوعيتهم وما يحبوش يواجهوا بعضهم. معنا رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة سي خالد الكريشي مرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا. شنو آخر المستجدات بخصوص لجنة الحقيقة والكرامة؟ آخر المستجدات الهيئة تواصل عملها إلى حدود 31 ديسمبر 2013. تو احنا قاعدين نضع في اللمسات الاخيره التقرير الختامي اللي باش يتضمن التوصيات والمقترحات ويتضمن سجل موحد للضحايا باش نرفعوه ان شاء الله بدايه ديسمبر للرئاسات الثلاث وخاصه لرئاسه مجلس النواب الشعب اللي باش تكون لجنه للاشراف على تنفيذ تلك التوصيات وباش نعقدوا كذلك ندوه في طور الاعداد هي يوم 14 15 16 ديسمبر هي ندوه ختاميه باش نعرضوا فيها اهم مخرجات واهم اعمالنا التي توصلنا اليه. كما احنا اخر مستجدات تتعلق بمواصله احاله الملفات على دوائر القضايا المختصه عندنا من حتى 31 ديسمبر 2018 باش نحيلوا بقيه الملفات اللي جاهزه واللي فيها مؤيدات والمثبته فيها الانتهاكات باش نحيلوها على دوائر القضايا المختصه واللي فشلت فيها المصالحه لانه اي ملف يفشل فيه المصالحه نعدوه للدوائر القضايا المختصه. وهوني انا باش نستغل الفرصه وجودي في منبركم باش نوجه دعوه الى كل من تعلقت به شبهه انتهاك فساد مالي او حقوق انسان بامكانه يتمتع باليه المصالحه. انت تحكي على ملفات جديده باش يتم حالتها على دائرة القضاء باش يكون نتصور فما شخصيات سياسيه قديمه من النظام السابق ولا من النظام الحالي تكون موجوده فيها ولا طبعا موجوده. احنا مش نواصلوا لحالات لانه قانون العداله الانتقاليه واضح انه لا نجابه بالحصانه مهما يكون عندنا ملفات تعلقت بعديد الشخصيات سابقا وناسف احنا احالتها مع الدوائر القضائيه المختصه ان كان بالامكان ان تتفض هذه الملفات بالصلح صلب الهيئه فنحن نضطر مضطرين نحيلوا الملفات على الدوائر القضائيه المختصه. فحبذا لو انه هؤلاء انه يتمتعوا بالاليه ذي ونعاود نكرر فيدهم 60 يوم حتى 31 ديسمبر 2018 يتمتعوا بآلية المصالحة قبل ما يتم إحالة ملفات مع الدوائر القضائية المختصة. وجديد هذا لكم باش يشمل كذلك بعض الملفات اللي وقعت بعد 14 جانفي في 2011 تخص سياسيين تخصكم تخص عديد الأطراف اللي هي من مآخذ اللي سمعت على الهيئة أنه أنتم تختاروا في الملفات اختيارا وتنتقوا في الملفات هذا غير صحيح. احنا عندنا ملفات جاي في قادم الأيام تشمل الفترة الممتدة حتى 31 ديسمبر 2013 عهدتنا احنا تبدأ من 1 جويلية 55 إلى حدود 31 ديسمبر 2013 بما فيها الأحداث التي وقعت ما بعد 14 جانفي 2011 وتشمل عديد العناصر الفاعلة وهذا احنا نحيله الملفات اللي تثبت فيها انتهاكات تقول انت علاش ما حلتوهمش قبل لأنه أولاً احنا منحيلوا الملفات اللي توفر فيهم ادله قويه ودامغه لوقوع الانتهاكات. احنا تعطلنا شويه لانه لم تكن هناك هذه المؤيدات. تو توفرت هذه المؤيدات وقاعدين نخدموا على هذه الملفات ونسمعوا في الشهود ونسمعوا في الاطراف اللي معنيه سواء كانوا منسوب لهم انتهاكات او الضحايا تلك الانتهاكات ونحاولوا تحصلوا على الارشيف باش نثبتوا الانتهاكات. ما نحلوش احنا ملفات فارغه، نحلوا ملفات مضبوطه فيها الانتهاكات كما نص على ذلك قانون العداله الانتقاليه. انتم متهمين ربما بممارسه نشاط خارج اطار القانونيه، نهايه ربما الوقت المسموح لكم انكم تمارسوا نشاطكم. لا
هو احنا طبعا نمارسوا عن تبقى القانون عن القانون قانون واضح وصريح انه الهيئة مدتها 4 سنوات وتمدد بسنة بقرار معلل لمجلس النواب الشعب يرفع قبل 3 أشهر من نهاية عهدتها. قمنا بهذا مجلس النواب الشعب صوت انه نهاية المدة نتاعكم. طبعا مجلس النواب الشعب صوت ولم يتخذ قرار اللي تم يوم 26 مارس تحت قبة البرلمان ماهوش قرار بل هو اعلان للتصويت. السيد رئيس مجلس النواب الشعب راسل السيد رئيس الحكومة لم يراسله بصدور قرار عن مجلس نواب الشعب برفض التمديد، راسله بنتيجة التصويت. ما وقع هو التصويت خارج الحد الأدنى القانوني 69 نائب، والدليل على ذلك لم يتم نشر القرار المزعوم بين ظفرين بالرأي الرسمي، ما هوش قرار. وإحنا كهيئة لما أردنا أن نمارس حقنا في الطعن إذا كان هو قرار مش نطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، إذا كان هو قانون مش نطعنوا فيه أمام هيئة مراقبة مشاريع القوانين الدستورية مشاريع القوانين. احنا ما عرفناش طبيعته أصلا القانونية غير واضحة سوي جينيريز ذو طبيعة خاصة ما تفهموش أشنو اللي وقع. ثم إضافة إلى ذلك أمام اللخبطة اللي وقعت احنا ما تحملوش فيها مسؤولية، ما ناش طرف في الجدل القانوني والسياسي، الجدل فيه بطريقة أو بأخرى معنا. ايه احنا نطبقوا القانون. احنا لو انه جاء عن خلينا من نقاش حول من له صلاحيات التمديد، احنا ما جانا شيء مع نواب الشعب، جاتنا فقط مراسله من رئاسه الحكومه، وكان مفروض انه يجي قرار للهيئه قرار واضح وصريح بنتيجه التصويت وبقرار نواب الشعب، وما تمش نشره كما قلت لانه ماهوش قرار ماهوش قانون، هو كل شيء يجي الا قرار او قانون. احنا ضد ان تتحول المنابر الاعلاميه الى محاكمات والى جلسات محاكمه. تحولت محاكمات خاصه بخصوص رئيس الهيئه. تحولت الجلسات اللي كان مفروض تقع في شارع ببنات تحولت للمنابر الاعلاميه. ما يتحولش ان كل واحد يجي يعطي رايه في منبر اعلامي ويدعي انه هو التفسير الصحيح. لما نختلف احنا في وجهه معينة من هو الفيصل بنات هو القضاء. صحيح الناس في أطراف، وهل تبردو وقفت الجانب هي الحقيقة والكرامة وساندتها في مواقفها والملفات اللي تناولتها، لكن فما أصوات زادة قالت إن هي الحقيقة والكرامة على رأسها سيهان بن سدرين تعتمد سياسة الانتقاء، انتقاء ملفات تعدى عليها مرور الكرام، وملفات معناها يتم فيها تدقيق مرور نحكوها ملفات مرور الكرام كما قالت ملفات حركة النهضة في النظام السابق. شوف اولا حاجه انه ارضاء الجميع غايه لا تدرك. الضحايا يحبوا عداله انتقاليه على كيفهم، والمنسوب لهم انتهاك يحبوا عداله انتقاليه على كيفهم، والاطراف السياسيه تحب عداله انتقاليه على كيف. هذا ماهوش حاصل، اللي بيننا وبينهم هو القانون. الملفات اللي تحكي عليها هي كما قلت انا في اول كلامي بصدد البحث والتمحيص والتحري والتحقيق فيه اللي حنام واللي احنا ما اللي قلت لا لا الكل ملفات، وانا نحكي على الملفات بسرعه عامه، انا ما خصصتش لانه الملفات هي كلها يعني كلها تتجزا. احنا نقف مسافه واحد بالضحايا، ما يهمنيش في لون وشكون، احنا عندنا ضحايا من النظام السابق بعد 14 جانفي 2011. من كان ضحيه قبل 14 جانفي قد يكون مرتكب انتهاك بعد 14 جانفي 2011، والعكس صحيح، اللي كان قبل 14 جانفي مرتكب انتهاك تتحول بعد 14 جانفي الى الضحيه. مثلا حمد جبيري نذكر اسم مثلا في قضايا سابقه صار حديث انه متورط في احداث قديمه ما لقيتوش حتى حاجه ضده مثلا. لا ما نجمش نعطيك اولا هذا لانه انا مجبر بواجب التحفظ وحفاظ السر المهني والمعطيات الشخصيه، لكن انا نحكي لك بمبدا عام في طريقه عملنا كيفاش يتم. اللي يروج على اساس ان هي عداله انتقائيه وعداله انتقاميه غير صحيه غير صحيه. الصحيح لا هي عداله انتقاليه، عداله انتقاليه تقف مسافه واحده من كل الاطراف السياسيه ولا تؤثر في الساحه السياسيه ولا تتاثر بما يحدث من تجاذبات. وهذه دعوه على منبرك نوجهها للاطراف السياسيه، كفوا عن توظيف العدالة الانتقالية في حساباتكم السياسية معركم السياسية. علاش انتم أجلتوا كأنكم أجلتوا مددتوا بليتو من أجل الخدمة نتاعكم فقط لي بدل باش ما
تهبطوا ولا تنزلوا بعض الملفات الجديدة؟ لا مصحيح مصحيح ملفات انت انت ذكرت ملف ملف سي احمد فريعة حال قبل 31 مايو 2018، اغلب الملفات حالت قبل 31 مايو 2018، والملفات اللي انت قلت توجات بعد 31 مايو حضرت توا، حضرت ثم تعطينات، لانه الاداره ما عطتناش الارشيف، نتوجه للداخليه ما تعطيناش الارشيف، نتوجه للقضاء العسكري ما يعطيناش ملفات، لكن احنا خدمنا خدمتنا تبقى القانون في الاتفاق اللي عملناه يوم 24 مايو 2018 مع الحكومه، قد باش تواصلوا خدمتكم الى 31 مايو 2018 حول كذا نقاط. انا من كذا نقاط هذوما باش تواصلوا، قالت لنا تبعني مليح، اعداد التقرير الختامي ورفع الرئاسات الثلاث وهذا توفيق قريب باش تواصلوا، اثنين وضع البرنامج الشامل لجبر الضرر وهذا صدقنا عليه في مجلس الهيئه في قراءه اولى وفي قراءه ثانيه وحاضر الان جاهز برنامج الشامل لجبر الضرر، وثلاثه الهم قالت لنا في الاتفاق هذه الحكومه تواصل بحل ملفات على الدور القضية المختص. مش احنا نرى لازمت هي الدولة الى حد الان ما بعد ربما احنا في تقرير النهاية نحطه، لكن اذا كان تاخذ الاتفاق اللي عملناها مع الحكومة نحكي على الدولة فيها سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، السلطة القضائية نسبيا التزمت، بعض القضاء ما تعاونوش معنا، ما يعطونوش ملفات، ما لم يتم ايقاف المحاكمة في علاقة من أبرم اتفاقية تحكيم ومصالحة، مفروض واحد يبرم اتفاقية تحكيم ومصالحة تبقى الفصل 48 توقف له إجراءات المحاكمة، كم مثلا أسلم شبوب قبل توقف له المحاكمة الفترة هيك معنا ما وقفلوش قد جارية المحاكمة لين التسويق الأساسي ما صارتش معناها عدل انتقالي لا هو لأنه لين أبرم هو اتفاق نهائي مع الدولة اللي خرجناه في مايو 2018، وقت عند ذلك الاتفاق النهائي اقفل به ملفاته اللي في القضاء واللي باش تقفل به بعد التنفيذ، طبعا تنفيذ الاتفاق. السلطه التشريعيه يعني اللجنه اللي مكلفه بمتابعه العداله الانتقاليه لم تستدعي الي وجيت قلنا شنو عندكم من صعوبات. السلطه التنفيذيه بعض الوزارات التزموا باتفاق الحكومه مع الهيئه واصلوا التعاطي الايجابي، وبعض الوزارات الاخرى وقفوا من خالفوا قرار الحكومه، بعض الوزارات الاخرى خالفوا قرار رئيس الحكومه والاتفاق اللي عملناه وقطعوا بعد 31 مايو 2018، قطعوا كل عمل مشترك مع الهيئه، وثم بعض الوزارات الاخرى واصلت العمل كما وزاره العدل وصلنا احاله ملفات على الدوله القضائيه المختصه، خاطر الناس يفهموا القانون عندهم قانون ما دخلوش في لعبه سياسيه. بعض الوزارات اللي هي رفضت ان هي تتعاطى ايجابيا وهو في ذلك مخالفه لقرار رئيس الحكومه اللي فيه اتفاق واضح وصريح، فبالتالي فانه العمليه هي عمليه ربما كان بالامكان احسن من مكان، احنا مؤسسه مؤسسات الدوله وجينا للصالح العام ولا يتم شخصنتها، وكملنا احنا تواش مازال شهرين يعني هو 60 يوم هذا لو يتم توظيفها للمصلحه العامه واللي شنوا في حملات على الهيئة لو أنهم حطوا قواهم واستنفذوها في أشياء أخرى جميلة لفائدة تونس، المصلحة العامة، نعمل مصالحة وطنية، نخفضوا من درجة التوتر والاحتقان الاجتماعي، أحسن لهم لفائدة تونس، لأن احنا هم لأني أنا أرثي لهم، لأن الحقيقة الحملات هذيك والاستهداف ما أثرتش فينا في الأول مش متأثر فينا في الأخر. ربما البعض لا يؤمن بالعدالة الانتقالية، البعض يريد عفو، البعض يريد تفصي من العقاب، البعض يسيس العدالة الانتقالية ودعينا عديد مرات لإخراجنا من المعارك السياسية والحزبية، ربما ما همش متطلعين على أهمية العدالة الانتقالية، على قانون العدالة الانتقالية، واللي يحس في النفس أنه تأتي من رجال القانون يعني محامين وقضاة ورجال قانون يعاملون العدالة الانتقالية وكأنها عدالة جزائية تقليدية، لم يقرأوا حرفا من قانون العدالة الانتقالية، لم يطلعوا على التجارب المقارنة في العدالة الانتقالية، يعاملوا الهيئة وكأنها متهمة كأنها هي مسؤولة على العدالة هذه الاستثنائية، هي هذه مسؤولة بطريقة أو بأخرى لا مسؤولة، لكن هي
ماهيش عدالة جزائية تقليدية يعملونا احنا، وكان عدالة جزائية تقليدية. يا زملاء يا خيان يا متابعين، هذه عدالة استثنائية مرتبطة بوقت 5 سنوات فقط. طبقوا القانون، اقروا فصل 148 فقرة 9، اقروا قانون العدالة الانتقالية، اطلعوا على تجارب المقارنة بالعدالة الانتقالية. انتم صبرتوا 4 سنين و4 شهور، كملوا اصبروا الشهرين اللي مازالوا فايت العدالة الانتقالية. تونس تستحق منا، مستقبل تونس يستحق منا التضحية. بس الصبر تضحية، اصبروا على الاقل، شدوا رواحكم، تمتعوا بواجب التحفظ شوية. عندكم مؤسسات الدولة، رانا مؤسسات الدولة. اللي يهم في العدالة الانتقالية ماهوش الماضي، الماضي انفلت من إمكانية التغيير، اللي يهمه المستقبل. خلينا في الحاضر، احنا توا من الناس اللي ربما عركة نجم نسميوها ما بين هيئة الحقيقة والكرامة وعبير موسي رئيس رئيسة الحزب الدستوري. عبير موسي نزعت عنكم صفة الكرامة والحقيقة. ولا يتحق الرد، يعني ما لا رد على الشيء. انا عندي واجب التحفظ، وما انا مؤثر مؤسسات الدوله نطبق في القانون. اللي عنده اي ماخذ يمشي يعمل في قضيه ويقول احنا ما عندناش حقيقه وما عندناش كرامه. هي دعت للتظاهر ضدكم، ظاهر حريه التظاهر مكفوله بالقانون وبالدستور، لهم ذلك امام الهيئه ولا في كل ساحات العامه، يظهروا ويطبقوا القانون ولهم ذلك، يظهروا وهم احرار في ذلك، ولكل حر في رايه. وانا احنا جينا مناش باش نرضوا الناس الكل، وعادي جد احنا عديد الاطراف حتى من الضحايا كل خميس كانوا يظهروا قدام ويعملونا ارحل وديجاج للاعضاء الهيئة، وهذوم ضحايا عادي، يعني ماهوش اشكال، يعني بالعكس انا كي ما يظهروش نقولوا ندير الثمة. شنو جديد اللي خلى عبير موسي؟ مش جديد، يعني الاراء هذه موجوده، مش جديد، يعني الاراء هذه وهي حره في ذلك، ما هي جديده. شنو جديد؟ مش بدنا، أنا مش بدنا. أسلم بن سدرين قالت إنه عبير موسي معني. لا أنا مش بدنا شيء، أنا مش بدنا شيء، ربما توجه سؤال للرئيسة، ما أنا مش بدنا شيء. أنت عضو ولا رئيس؟ هي أنا قلت لك أنا ما نتعاطوش مع الأشخاص، إحنا رانا مؤسسة عمومية ما ردوش على الأفراد، ما ردوش على شخص الأشخاص الطبيعيين، إحنا نفذوا في القانون. اللي عنده رأي مخالف فله ذلك، هو حر في ذلك. اللي عنده دفع قانوني يتوجه به للدوائر القضية المختصة، ما يجيش في المنابر العالمية ولا يحول جلسات المحاكمة من شارع ببنات يحولها للمنابر العالمية. هذا أصلا لا من خلقيات مهنة المحاماة ولا من خلقيات التعاطي الإعلامي النزيه. أنه أنا نشوف الوقت أنه من الدفاع عن نفسه، لا من دفاع نفسه، برد دفاع عن روحك قدام القضاء. يا أخي هو الإعلامي هو اللي باش يحاكم، تأثير بما هو له ذلك، هو حر واختار الأسلوب هذاك، له حر، هو حر. يعني احنا ما ندخلوش في سير اعمال القضاء، وما ندخلوش حتى في طريقه الدفاع امام القضاء، فقط نقول لهم راهو الاسلوب هذا في بالكم باش تاثروا يعني في الهيئه، باش نبطلوا احنا معاش، باش نحيلوا، باش نخافوا احنا هكا، باش نترعدوا ونقولوا لا هو حمل اعلاميه تنبطلوا. اجت حملات اعلى منها، من لم تؤثر فيه الانواء لا تؤثر فيه مجرد العصيره، يعني ما حكاية فارغ، يعني هما الزخمة تفضل مفتوحة. السيد وكيل الجمهورية مكتبه مفتوح لها وتلغيره، تفضل يتوجه للقضاء ويمشي قاضي، ما عنديش باش تلقاكم حتى حاجة. وانا خلي تفضل يعني التقاضي، ما تنجوش تمنع واحد القاضي اللي حب يقاضي، تفضل يمشي قاضي، ما يعني هو شنو بتقول لا ما تقاضيش. القضاء فهمتني مرفق عام مفتوح لكل التونسيين والتونسيات، اللي عنده حاجه تفضل يمشي القضاء، يقاضي تفضل يقاضي، قاضيه يعني الاعمال امام القضاء يجي يقول اعمالكم باطله، يجي يقول لي حاله باطله، تفضل يقاضي، ما فيش اشكال. هو لانه لو كان اطلع على القانون، اطلعوا على القانون، ثم عديد قرارات غير قابله للطعن. كيما شنو؟ كيما قرارات تحكيميه اللي صدرت الهيئه بالقانون، الفصل 46 مد من القانون العدالة الانتقالية يقول ولا يقبل القرار التحكيمي أي وجه من وجه طعن ولو بتجاوز السلطة. القرارات المتعلقة بالتجريح اللي صدرها مجلس الهيئة لا تقبل الطعن باتة ولو بتجاوز السلطة. يعني ما للأسف الشديد ما أنا نتعاطوا وكأننا لم يصدر قانون العدالة الانتقالية في 23 ديسمبر 2013. نذكرهم راهو في 23 ديسمبر 2013 صدر قانون اسمه قانون العدالة الانتقالية. ما تعترفش بالقانون ولا تحرض على مؤسسات الدولة فأنت حر.
باش ما نطولوش برشا وحنا طولنا اعتقد. شوفوا اليوم هيئه الحقيقه والكرامه اسكي مازالت تلقى في ملفات؟ شنو هي المراحل الاخرانيه وقتها؟ لا احنا ملفات الضحايا ما عادش نقلوا ملفات الضحايا انتهت. الملفات اللي نتقبلوها لو ان لحد الان لم تاتي ملفات من هذا النوع ربما بعد دعوه اللي قمت بها انا احنا نقبلوا تو الملفات اللي تعلقت بها اللي توجهت بها لكل من تعلقت به يعني شبهه تاع انتهاك فساد مالي او انتهاكات حقوق انسان نجم نقبلوا له ملف نتاع الصلح نتاع المصالحه. وانا ديجا كي يجي يعيطوا له قضاه التحقيق عندنا في الهيئه يعيطوا له للبحث في انتهاك ولا بامكانه وقتها يطلب المصالحه. ولا حتى اذا كان ما جاش ما عيطلناهوش اللي عنده يشوف في روحه واللي عنده انتهاك سواء فساد مالي والا انتهاك حقوق انسان يجي للهيئه. رانا احنا هيئه مرفق عام هيئه عموميه جاء الامتياز هذا يفيدتكم باش تسووا وضعيتكم قبل ما نحيلوا ملف على الدوائر القضيه المختصه. انت هذا حق لو مش ابزيه لو جبناه مش احنا لو قررنا باش نجمع نحلوا لهم باب الصلح ويرجع عنصر صالح في المجتمع. هذا القانون اعطاه الامتياز هذا فمعاه ولانهم ينتفعوا بالامتياز هذا ودعك من شخصنت الهيئه ولا هو وفت يعني المده ما فتش قاعدين نخدموا والقضاء قاعد يقبل علينا وقاعد مؤسسات الدوله تتعاون مع الهيئه وباش نحلوا احنا الاشكاليات الكل اللي مطروح. رانا جينا احنا باش نحلوا المشاكل جينا باش نعملوا المصالح الوطنيه هذا هو اللي نحبه الصلح. التحكيم هو المصالح المساواه الفردي والمصالحه الوطنيه هي مصالحه جماعيه بين افراد الشعب التونسي باش يتعايشوا فيها تونس الكل في المستقبل جميع التوانسه. تونس خاليه من الفساد والاستبداد تونس يتعايشوا فيها كل افرادها بقطع النظر على انتماءاتهم السياسيه والحزبيه والايديولوجيه والمناطقيه. وراه الفتره هذه تتعدى ونلاحظ وراي تجربتنا التجربه الناجحه الوحيده خلينا نواصلوا ننجحوها تجربه ناجحه الوحيده. كي تشوف انت دول اخرى غابت فيها عداله انتقاليه شوفوا وين وصلت دخلوا في حرب اهليه. ان شاء الله في فترات قادمه نحاول الموضوع اخر نعاود نستدعوكم. اذا نحل كلمه زميلي عبد السلام في بقيه مشوارنا في فصفص. نرجع متابعينا الكرام شكرا للزميلة نهلة على الانترفيو. أستاذة قال لك منتقدي هيئة ومنتقدات هيئة الحقيقة والكرامة تقريبا ما قريتوش حتى حرف من قانون العدالة الانتقالية هذا تصريح للسي خالد الكريشي شنو موقفك؟ ليه أنا نقول له أستاذ راهو باش تنتهي مدة العدالة الانتقالية وستعود إلى المحاماة واللي قلته في هذا التصريح واللي مارستوه في هذه الهيئة سيبقى وصمة عار في تاريخ تونس وفي تاريخكم انتوما. توا مش فايقين به لكن بعد توا تشوفوا حجم يعني الكوارث القانونية والانتهاكات اللي عملتوها. ونقول له أستاذ خالد وهذه الهيئة أنه قارينوا احنا القانون بتاع العدالة الانتقالية بدليل أنه احنا قدمنا مشروع تنقيح فصلا معناها من كثرة نقول له اللي قريناه هذا مشروع تنقيح قانون العدالة الانتقالية قدمناه نهار 29 مارس 2017 إلى مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الحكومة لأنه هو يتحدث القانون 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 وكأنه قرآن منزل القانون قابل للتنقيح. وهذا احنا طرحناه على الكتل النيابيه وطرحناه على مكونات المشهد السياسي ووقتها كانوا هما في عسل التوافق بالتالي لم يحظى باي اهتمام. هذا قريناه فصلا فصلا وعطينا شنو هما الفصول اللي يمكن انها تبقى الفصول اللي يمكن تتعدل والفصول التي يجب ان تلغى. شنو اهم الفصول, الفصول اللي, يجب أن تلغى هو اللي توا اليوم ينتفع بها اليوم اللي يتشدق بها الأستاذ خالد الكريشي واللي يقول احنا القانون يسمح لنا انك ما تستعرفش باتصال القضاء انك ما تستعرفش بعدم رجعية القوانين انك ما تستعرفش بسقوط الدعوة مرور الزمن انك ما عندكش معناها ما تمنحش الحق للمعنيين بالأمر انهم يطعنوا في القرارات كان يجرحوا في شخص القرار للهيئة وما عندكش حق تطعن كما قال القرارات التحكيمية. الإحالات هذه توا على القضاء يحكي على مصالحة به عملوا هما 31 ديسمبر قدموا تقاريرهم جابوا أصدقائهم متاع الخارج وعملوا الندوة متاعهم وين المصالحة؟
الناس اللي قاعدة توا تتحاكم وتتأجل المحاكمات من بعد عندهم الحق في الطعن؟ ما عندهمش حق في الطعن. إنه الهيئة تحل محل النيابة العمومية، الإحالات اليوم اللي هما يحكيوا بها واللي يصوروا في رويحهم هم يقدموا فيها للقضاء ليزي بتركيبة مختلة، اللي هما من 14 أكتوبر 2016 ينشطوا خارج القانون، ليزي محالة خارج الأجال، ليزي الإحالة تبقى القانون إيها وش نجيك للقانون، ليزي بمقتضى إحالة صادرة على ناس لهم نيابة عمومية لهم قضاء تحقيق لحد شيء. يعني اليوم المواطن التونسي ولا تنجم أنا كيفي كيفك أنت تنتفع من منظومة قلت أنها عدالة انتقالية خذيتها في وقت اللي الناس اللي باش تطبق عليهم العدالة الانتقالية مقصيين بموجب الفصل 15 كان تتذكروا عملتوا مجلس تأسيسي قلتوا باش نعملوا عدالة انتقالية، اخترتوا انتوما تركيبة هذه الهيئة، حطيتوا فيها ناس اللي هما خصوم النظام السابق ونعرف انتماءاتهم السياسية أعضاء الهيئة وبناء بداية من رئيستهم اللي هي خصيمة للنظام السابق بطريقة واضحة، وعملتوا قانون فيه كل أشكال الاعتداء على حقوق الأفراد والمؤسسات وكل أشكال الاعتداء والانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان. شو نحب نجاوب أنا الأستاذ خالد؟ ما هما يحكيوا على نظام روما وتبقى القانون القانون هما عملوه وعملوه بالظروف وفي الظروف اللي قلت لك عليها، وضمنوه كل الأحكام الفاشية والديكتاتورية والمنتهكة لحقوق الإنسان، وجاوا اليوم يحبوا ينتفعوا مما قاموا به. يعني هما لهنا حجة كونها لأنفسهم واليوم يحبوا ينتفعوا بها، حسنوا رويحهم في هذا القانون وحسنوا رويحهم بالدستور باعتبار عملوا الفقرة التاسعة من الفصل 148، واليوم أنا نقعد به إذا تخرج حقوقيين وقضاة ومحامين ويقول لك الدستور قال شيء، هذا اللي هو الدستور عمل إنساني والدستور عملوه الناس هذوما وقت اللي خذوا البلاد بطريقة غير شرعية. لهنا نحب نجاوبهم جواب باش ما يفرحش برشا الأستاذ خالد الكريشي ويحكي هكا ويدور في الكرسي ويقول قدامهم القضاء يتفضلوا، لأنهم عارفين أنه القضاء ينجم يتصرف اليوم لمصلحتهم. وتو نعطيكم أمثلة على التقاضي اللي تقاضيناه مع هذه الهيئة واللي يقول لنا زادة كيف كيف أنه التظاهر منش خايفين شنو الملفات شنو واصلوا فتح الملفات ومناش خايفين وكي قال باش تقاضيكم يتفضل هكا مكتب وكي جمهورية مفتوح، يعني في الأخر إجا حاسمني كان يتحللها ملف وإلا احنا تصير لنا حاجة. كي قلت لهم باش يتظاهروا اي حق التظاهر مكفول بكل استهزاء، معناها عبارة بين ظفرين وباللغة العامية تنجموا تمحوا، هذا هو شي يحبوا يقولوا. نحب نقول لهم حاجة، انه النظام الاساسي نظام روما اللي هما فرحين به ويحكيوا به فما جريمة الاضطهاد ما ينسيوهش ويحطوها بين قوسين توجي وقتها، فما اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو كذا. وش معناها الاضطهاد؟ يعني كي تضطهد مجموعة لأسباب سياسية هذه تتسمى جريمة ضد الإنسانية، تتحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية وأمام المحاكم الجنائية الدولية. وش يقول لك؟ يعني الاضطهاد حرمان جماعة من السكان أو مجموعة السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموعة. يعني هو اليوم وقت اللي يعمل قانون سنه هو القانون هذاك وحرم بموجب ذلك القانون جماعة من مجموعة من السكان نظرا لانتمائهم السياسي السابق ولهويتهم ولموقعهم في الدولة أو في الحزب أو في المنظومة الاقتصادية قبل، ويحرمهم من كل الحقوق الأساسية اللي تضمنها لهم الاتفاقيات الدولية في مجال المحاكمات العادلة. هذا فعل متعمد يعتبر ويرتقي إلى الجريمة ضد الإنسانية واللي هي تؤدي إلى التعذيب النفسي للأشخاص والاضطهاد. وراو نقولوا اللي رانا احنا وقت اللي مقدمين اليوم التقاضي لأنه نحترمه في القانون الدولي اللي ما تنجم تلجأ له إلا ما تمر بالقضاء الوطني. احنا قاعدين نقدمه في القضايا وهما في بالهم وقت اللي تتحفظ القضايا وإلا تترفض يفرحوا، احنا مواصلين لأنه هذاك الكل ملف وبداية الملف الذي سينقل إلى المجال الدولي، ورانا منش باش نسلمه في حق تونس وفي حق الناس اللي تم اضطهادهم وفي حق المبادئ القانونية. مش معقول إني تحط لي قانون كيف هكا. وبربي سي عبد السلام باش نقول لك تعاطي القضاء مع الملفات اللي قمنا بها ضد هذه الهيئة تلقى القضاء العدلي
قاضية فاضلة ما هماش يقولونا وقت اللي نمشيو اللي هي قتلك عبير موسى مشمولة بالعدالة الانتقالية اليوم في نوفمبر 2018 ولا تحكي باللغة هذه لأني قلت الله واحد. لكن وقت اللي عملنا ضدهم القضايا المحامين متاعهم اللي كلفوهم هما في الملف اش قالوا؟ قالوا هذا الحزب على الحزب الدستوري الحر قال لك لم يوجه له أي كان اتهاما بارتكاب انتهاكات على معنى قانون العدالة الانتقالية وبالتالي فإنه لا مصلحة مباشرة لهذا الحزب. احنا يعني مانيش معنيين لكن من حيث المبدا لان الحزب الدستوري الحر يتبنى الموروث الدستوري من عام 20 لليوم وبالتالي الحقبه التاريخيه المشموله بالعداله الانتقاليه هي الحقبه الدستوريه وذيك تهمنا. القضاء شو يقول؟ يقول لك ما عندك صفه وش مدخلك. القضاء الاداري اللي هما فرحانين به يقول لا صفه ولا مصلحه للحزب الدستوري الحر في القيام بالقضيه نتاع ايقاف تنفيذ جلسات الاستماع. في حين انه القضاء العدلي باش تفهم حتى المنظومه القضائيه مقسمه، القضاء الاداري قال لك ما عندك صفه، القضاء العدلي بالعكس يقول لك صفه ومصلحه المطلوب كحزب سياسي مستمدتان من الدور الاساسي للاحزاب ويقول اللي بالاضافه الى ذلك منح الفصل 12 من المرسوم المذكور للحزب السياسي المكون قانونا حق التقاضي ووردت تلك العباره مطلقه وبالتالي عندنا صفه للتقاضي. علاش التذبذب هذايا؟ التذبذب لانه التحكم في المنظومه القضائيه يتفاوت. علاش هما اليوم وصلوا يقول لك معناها يحتجوا بنظام روما النظام الاساسي باش يبرروا انهم هما ما يعترفوش باتصال القضاء لانه يعتبروا اليوم ولا يشكوا في القضاء العسكري ويقول لك القضاء العسكري يتطبق عليه مقتضيات النظام الاساسي هذايا النظام روما اللي يقول انه معناه ما فيهش المواصفات الضروريه نتاع النزاهه باش هما يرتاحوا لاحكامه. هذاك علاش اليوم يعاودوا في المحاكمات ورانا احنا ماناش خارجين على القانون الدولي. يعني هما تلقى القضاء الاداري في صفهم من ناحيه، القضاء العدلي الابتدائي ينجم يمشي معاك، الاستئناف ما يمشيش معاك، القضاء العسكري هما نفسهم خرجوا حتى البارح بيانات يطعنوا في انفسهم. يعني المنظومه القضائيه نفسها اليوم ماهيش عارفه اش تعمل والسبب واضح لانه القضاة نفسهم مشمولين. القاضي اللي مش باش يمشي في الخط هذايا باش يولي هو نفسه، ما ننساوش القائمه نتاع 82 اللي عملها سي البحيري وكل الاعفاءات الغير قانونيه والتعسف اللي صار على العبيد والتعذيب النفسي اللي صار على القضاة والضغوطات الشعبيه كانت تذكروا وقتها كل قضيه كيما توا العداله نتاعهم، كل قضيه نتاع عداله انتقاليه ينصبوا الخيام ويجيوا الاخوانجيه ويحطوا تصاور، هذاك شكل من اشكال الضغط على القضاء. هذاك علاش انتم استاذه معناها تجاوزتوا الجانب القانوني قدمتوا قضيه تقريبا احنا الهيئه هذه؟ هذا هو احنا بدينا ساعه للتاريخ قدمنا ضد علاش هو يحكي امشيوا للقضاء لانه استصدرنا ضدهم حكم وما نفذوهش وخرجت هي سيان بن سدرين العدل المنفذ وقالت له لن ننفذ هذا الحكم لانه غير قانوني. اش معناها حكم احنا استصدرنا اذن على عريضه والاذن هذاك اعلمناهم به وطعنوا فيه هما وربحنا احنا القضيه بموجب الحكم اللي تو كنت نقرا لك فيه ومشينا باش ننفذوا عليهم باش ناخذوا محاضر الجلسات ونطعنوا في قراراتهم غير الشرعيه. تخرج هي تقول لهم لا لن ننفذ هذا القانون هذا الحكم. وقت اللي احنا عملنا الوقفه الاحتجاجيه ضدهم في مارس 2017 ونددنا بانهم ما يمتثلوش لاحكام القضاء، مشوا باش يصلحوا وضعيتهم عملوا استئناف بعد تحرير محضر عجز على التنفيذ، يعني تطويع للاجراءات وللمنظومه القانونيه والمنظومه القضائيه هذه يختير ياسر. هما اليوم يحبوا ينتفعوا من كل الخروقات اللي حطوها في القوانين وللاسف الشديد فما شكون يخرج ويصفق لهم. احنا ماناش باش نصفقوا لهم. انتم نظمتوا وقفه احتجاجيه أمام هيئة الحقيقة والكرامة يوم السبت تقريبا 3 نوفمبر. طبعا إلى جانب الوقفة تنجيك سي عبد السلام، إلى جانب الوقفة فما شكاية في الساعات القادمة ستصل كما قال هو إلى بيرو السيد وكيل الجمهورية ضد سهام بن سدرين وكل من استخلص أو قبض أموال من هذه الميزانية بعد 31 ماي 2018 لأنه لهنا باش نصحح له معلومات هو غلط بهم الرأي العام. اليوم المراسلة اللي هو قال ما فماش قرار توا انتوما معناها كهيئه فما راي عام كامل وفما مؤسسات نتاع دوله تمشي وتقبلوا المثول امام مجلس نواب الشعب وتقبلوا التصويت على القرار نتاع التمديد. وقت اللي تم رفض
التمديد. نتصورهم انا كان مجلس النواب مشي معاهم في التمديد راه ولا قرار وراه ولاو يمجدوا فيه وراه ولاو يثمنوا فيه. جاتنا مراسله من رئاسه الحكومه. شوف المراسله اللي توجهت من مجلس نواب الشعب الى رئيس الحكومه يقول فيها اتشرف باعلامكم قصد التفضل بالاذن باتخاذ الاجراءات اللازمه، مش مجرد اعلام. ويقول هو القرار منشور في الرائد الرسمي، عليهم قرار التمديد نتاعهم منشور في الرائد الرسمي. يعني هما لهنا استعملوا آلية قانونية اللي هي مجلس نواب الشعب، وكانوا ظنوا انه الآلية ديك باش تمشي لصالحهم والمجلس يصوت مع التمديد ويوليوا وقتها يتشدقوا بقرار المجلس ويولي هذاك هو الغطاء القانوني نتاعهم. وقت اللي الامور ما مشاتش كما يلزم ومجلس نواب الشعب رفض التمديد قعدوا في حيرة وتململ. رئيس مجلس النواب بعث رئيس الحكومة قالوا اتخذ الاجراءات، رئيس الحكومة بعث لهم ليهم هما زادة مراسلة قال لهم تسلموا الارشيف وتقدموا تقارير. تخرج لنا هي بالبلاغ المشترك بينها وبين سي مهدي من غربية وقتها مكلف بالعلاقات العلاقة بالهيئات الدستورية اللي هو قالوا لنا اقعدوا 31 ديسمبر. هو البلاغ ما فيهش اقعد 31 ديسمبر لا فيه حتى 31 نوفمبر، ما فماش جملة. يعني لهنا محطوط بلاغ عام مرمرم فيه انكم انتم باش تحيلوا الملفات ولهنا مطالبين باش يحيلوها بموجب قانونهم هما قبل انتهاء مدتهم، فيه انه باش يضبطوا معايير جبر الضرر وباش يعملوا التسلم والتسليم. لا قال لهم 31 ديسمبر ولا قال لهم شيء، وبالدليل انه هو قرار التمديد بقانونهم هما لمده سنه ما قالولناش هما علاش قسموها سنه. يعني هما يتصرفوا كيما يظهر لهم، لا عملوا تمديد تبقى القانون سنه كامله ولا التزموا بقرار مجلس نواب الشعب 31 ماي. جاوا بين المنزلتين وخذوا وحدهم قرار اعتباطي وقالوا 31 ديسمبر 2018. البلاغ هذايا فضلا عن انه ما عنده حتى قيمه قانونيه حتى حجيه قانونيه لم يتضمن إذنا لهم ولهذه الهيئة إنها تواصل أشغالها. وبالتالي اليوم الندوات والانتدابات والمصاريف والمقرات اللي مازلت على ذمتهم وكل ما يستغلونه موجب للعقوبة الجزائية نظرا بموجب الفصل 95 اللي هو من المجلة الجزائية اللي يحكي على الأمر بالصرف وسيام بن سدرين أميرة الصرف والقبض لأموال لا وجه ليس لهم حق فيها، وأيضا الفصل 315 مجلة جزائية اللي يتحدث على عدم الامتثال لقرارات والقوانين لقرارات من له النظر. يعني لهنا شكاية هذه ضدهم وشكاية أخرى ضد رئيس الحكومة، لأنه اليوم احنا فما عملية استبلاه للشعب هي بالطبع، لأنه احنا شفنا العملية متاع التصويت، شفنا المراسلات، شفنا البلاغ هذا اللي ما عنده حتى قيمة قانونية، وشفنا أنها هي انصرفت وقاعدة تقوم بالأعمال متاعها خارج إطار القانون. انت كحكومة وينك لهنا باش طبق القانون؟ وينك لهنا باش تحمي المال العام؟ وينك لهنا باش تسترجع الارشيف؟ وينك باش تسترجع المعدات؟ وينك باش توقف هذه الهيئه عن تحدها؟ واحنا سبق انه رفعنا شعار انه لا دوله داخل الدوله، لكن للاسف الشديد هذه الهيئه دوله داخل الدوله، وبالتالي مقاضاه الحكومه يعني وكل من سهل مهام هذه الهيئه خلال هذه الفتره خارج القانون فهو محل تقاضي طبقا للفصل 96 وهذا احنا قايمين به، فضلا عن الطعن في قراراتها من الناحية الإدارية لأنه هي قرارات مختلة قانونا. واضح أستاذة. نتحركوا نتعدوا للتحرك الميداني متاعكم. شنو علاش الدعوة هذه؟ معناها هل هو للضغط كما يقول البعض على القضاء أو على المسؤولين السياسيين في تونس على هرم في السلطة أنه ينظر في هالهيئة هذه وإمكانية تمديد وغيره، أم ماذا معناها بالضبط؟ احنا أول شيء وقلناه من نهار الأول لأنه نعرفوا اليوم اللي هما متغلغلين في مفاصل الدولة ولأنه كلهم متورطين مع بعضهم في منظومة ما يسمى الربيع العربي، وبالتالي باش تتوجه للقضاء هاك تشوف يا اما يحفظ لك لعدم الصفه يا اما ما يحلكش شكايه يا اما تتحل شكايه بالكونت جود يا اما ما يسمعكش، تتوجه لرئيس الحكومه. لاني نحب نقول اللي رانا وجهنا نهار 31 ماي اخر نهار في العمل نتاع الهيئه وجهنا مراسله الى رئيس الجمهوريه والى رئيس الحكومه والى رئيس مجلس نواب الشعب وحملناهم المسؤوليه القانونيه والسياسيه في انهاء الاعمال. نعرفوا احنا اللي لحياه اللي من تنادي، وبالتالي احنا لهنا شنو اللي يهمنا؟ يهمنا تاريخ تونس. هذه الهيئه اخطر ما قاعده تعمل فيه علاوه على الاضطهاد والتنكيل برجالات الدوله اللي قاعده تعمل فيه واللي هي راهو ستحاسب عليه، لانه هما انفسهم اكيد باش يقوموا بالاجراءات القانونيه يستنفذوا القضاء الوطني ويقوموا امام القضاء الدولي. احنا كحزب سياسي لن نقبل
بتقرير هذه الهيئة، التقرير الذي سيتضمن مغالطات وتحريف وطمس لتاريخ تونس، التقرير الذي سيمس من صورة الرمز الزعيم لحبيب بورقيبة، وشفناها اش قالت على الزعيم، وشفناها اللي أثارت النعرة اليوسفية البورقيبية، وشفناها اللي اتهمته أنه ما فصارش استقلال، وشفنا هذاك الكل وجهنا لها اللعنة نهار 20 مارس 2018. لكن اليوم لن يكتب تاريخ تونس عن طريق هذه الهيئة غير القانونية اللي من الناحية القانونية وغير الأخلاقية، لأنه اللي تعمل فيه الكل هو مغالطات وتحب تردنا الخوانجية الملك الطاهر الذي ظلموا أيام دولة الاستقلال، وتردنا الحزب الدستوري واللي راجعت لي الأحداث الخبز، الحزب الدستوري والزعيم الحبيب البورقيبة ورموز الحركة الوطنية شياطين ودمويين وقاموا بالاستهداد وقاموا بالتنكيل. هاي قتلك باش يشملك هيئة الحقيقة والكرامة، وعندك ملفات ويمكن تشملك، معناها هذا على مواقع التواصل الاجتماعي. ليه هي قالت لك أنا مشمولة خاطرني قلت الله واحد؟ يعني سبب يعني ياسو قلت لك نسيتوا انتم المحاميه والله واحد، المحاميه شنو عملنا فيها؟ معنا عملنا فيها حتى شيء المحاميه والحمد لله والله واحد. قلت لها انا وجاوبتها في البرنامج نتاع الاسبوع الماضي، قلت لها اذا كان الله واحد موجبه للعقوبه عن طريق هذه الهيئه، ما صاب تقول لنا القبله على جبين يوسف القرضاوي اللي افتى بالدم وبالاغتيالات وبالعمليات الارهابيه، وانه نقولوا عليه العلامه ونقولوا عليه ننهلوا من رحيقه، شنو هي عقوبتها عندها في العداله الانتقاليه؟ واللي قال ربي الفوق وبن علي اللوطا زاد ماذا بينا تقول لنا شنو عقوبته؟ ونعاود نجد لها هذا السؤال. وما يهمناش مشمولين مش مشمولين، احنا عندنا من حيث المبدا. نحب نقول لك حاجه اخرى، لانه هو قال لنا اللي باش يعملوا 14 15 16 ديسمبر هذه الندوه الدوليه اللي هي قالت باش تصرف عليها 3 مليارات، وقالت 3 مليارات اي في اذاعه شمس قالت راهي باش تتكلف لنا الندوات هذه نتاع المرحله الاخيره. شكون باش يدفعهم 3 مليارات؟ قالت اللي باش تدفعوا من الخارج في اطار اتفاقيات تعملوا عام 2014. ولهنا احنا من ضمن الاجراءات اللي اتخذها من الحزب الدستوري الحر انه باش نراسلوا رئيس الجمهوريه باعتباره الضامن للسياده الوطنيه التونسيه وللعلاقات الخارجيه التونسيه، باي حق تدخل اموال خارجيه باش تنظم بها ندوات باش تعمل فيها التقرير نتاعها اللي باش تصفي به حساباتها مع تاريخ تونس. هذا ضرب للسياده الوطنيه، ضرب لاستقلال القرار الوطني، ولا نرضى به ونحملوه المسؤوليه التاريخيه. ونحب نقول لها انه سنعتصم، سنكون معني حاضرين في افتتاح هذه الندوه اللي تحكي عليها باعداد غفيره امام المقر اللي باش تعمل فيه هذه الندوه، وسنعتصم في الثلاث ايام هذوكم امام ذلك المقر وباش نصبوا الخيام. وكما قلت لكم الدعوه مفتوحه، طبعا الحزب الدستوري الحر هو اللي منظم وهو اللي بادر بهذا، لكن الدعوه مفتوحه لكل الوطنيين والوطنيات لمسانده هذا التحرك، حتى غدوه ابنائنا وبناتنا والاجيال القادمه ما يقولوش وقت اللي يقراوا تقرير بتلك بالقتامه اللي احنا نراوها في جلساتهم تاع الاستماع وفي خطاباتهم وفي المغالطات اللي يقولوا فيهم، ما يقولوناش راكم انتم سكتوا على حق تونس وراكم سكتوا على تشويه الزعيم بورقيبه وراكم سكتوا على تاريخ البلاد. احنا ما هنا بالنسبه لنا يتحط هذا التقرير في الارشيف الوطني لا يلزمنا ولا نعترف به ولا يمثل الذكرى الجماعيه ولا يمثل الذكرى الوطنية. ومرحلة التقاضي الوطني والدولي متواصلة، ولن نسكت عن حق تونس وعن حق كل من تم اضطهاده. واضح. كنكون وصلنا للختام حلقتنا اليوم، شكرا لكافة متابعاتنا ومتابعينا، شكرا لفريق الإعداد، شكرا للإخراج للزميلة نهلة. يعطيكم الصحة، إن شاء الله موعدنا الخميس القادم إن شاء الله.